هاي فبيها تأجلت المباراة. احنا بهاي الأثناء تلفونات قامت تجيني يعني من الجماهير حقيقة، كابتن احنا اللي نرجوه من عندك، ما نريدك تجي للمباراة، ما شنو يا شنو القضية؟ قضية قالوا احنا متفقين ويا الكابتن القدير حيدر عبيد هو يجي يقود المباراة. فخبرت الحجي رئيس النادي، قلت له يا ابي مثل ما يقول على قولة المثل خلي نطلع الحية من الزاغور، يعني هم يريدون الكابتن حيدر، انا ما عندي مشكلة وبإمكاني أقرب وجهات النظر بينكم أنتم كإدارة وبين كابتن حيدر. حلو. وترجع الأمور لأن مصلحة النادي تتطلب كابتن. قال لي أنت هيك تشوف؟ قلت له أنا كرئيس نادي شنيت ومدرب ولاعب أعرف يعني كسياسة أنه خليهم للإخوان. فهذا الاتفاق. فكل ساعة يخابرون الجمهور، قلت لهم يابا صار الاتفاق انه روحوا خابروا حيدر وانا هم راح اسد التلفون وخابركم وخابر حيدر. والله موقف نبيل والله العظيم والله. والشاهد عباس عبيد، خابرت حيدر تلفونه مخفل فخابرت عباس، قلت لعباس صح انت جوز انت مهموم من موضوع الأمانة بغداد والمشاكل وهاي، بس انا ترى هم في موقف محرج فأريد حيدر شلون أحصله؟ قال لي والله مخفل تليفونه هو بالشعب. قلت له دبر لي يا كابتن عباس وقل له قل له يا أبا الجمهور هيك وهيك يقول، فأنا أروح للرمادي أبقى هنا يريد شو اسمه أخابر له الحجي تتخابرون وترجع طبيعي. وهذا شاهد كابتن عباس موجود حي يرزق. إذا أنا قال لي كابتن اعطيني 10 دقائق عباس، قال لي اعطيني 10 دقائق. والله 10 دقائق خابرني مرة ثانية عباس، قال لي كابتن حيدر ما يروح، قال لي هذا رزقه كابتن سمير وروح وهو الكابتن سمير يعني مثل ما يقول ما عندي أي مشكلة ويا لا من بعيد ولا من قريب خلي يروح يتوكل. فخابرت الحج إحسان قلت له هيك الموضوع كابتن حيدر ما راح يروح، قال لي شلون لعدوا ذول الجمهور، قلت له راح أخابرهم. خابرت ردت ما ردوا علي حقيقة. فأنا من الأدب ومن الالتزام الخلقي والشرعي أنه لازم أروح للفريق لأن أنا باعتباري مدرب كابتن علي ولو طولت عليك. لا 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 بالعكس. فقلت له للحجي قلت له أنا باكر الصبح رايح للإخوان وإذا كل الأحوال أنا ما راح أقود المباراة، راح أخلي المساعد أو كابتن الفريق جاسم حلاوة تحياتنا إليه. فقال لي ها يا كابتن روح. فوالله شغلت سيارتي من 8:30 ازدحامات وهاي كل وصلت ب 12:30 هناك، لقيت الفريق هناك مرتاح، جبت الكابتن، لقيت الاخوان الجماهير موجودين بالفندق هم نفسهم اللي اعترضوا علي. فسلمت عليهم سلموا علي وقعدنا ما شنو هاي. قال لي كابتن اذا تحبنا وانت اخلاقك عاليه وهاي احنا ما نريد تتعرض للسب للشتم لا تجي للناصرية، احنا يعني ما راغبينك. قلت له يابا انا جاي من الالتزام الخلقي والادبي لان انا متفق ويا الهيئة الادارية، راح انطي الخطة المعينة والاسلوب، اقعد ويا الكابتن واشرح له نقاط القوة نقاط الضعف وش يسوي وشنو التشكيلة وما شنو هاي، وانا رايح حتى الملعب ما احضره. وفعلا هذا اللي سويته، طيت كل هاي الاحداثيات للكابتن جاسم وحسن عبد الامير وهم موجودين. فقلت له لجاسم قلت له اجمع لي الفريق بالسياره خل احكي لهم حكايه واحده. جمعتهم سلمت عليهم قلت لهم انا شرف كبير لي دربتكم واتمنى لكم التوفيق، هاي محافظتكم غثوا نفسكم، انتم بامكانكم تصعدون لا تخلون واحد يتدخل بشؤونكم، اتمنى لكم التوفيق وانا موجود.